مبادرات جت بعد الحاح من المتعاملين الاقتصاديين واستجابه تاع رئيس الجمهوريه، وكان هو طلب من وزاره الشؤون الخارجيه انها توجد قناصله او ممثلين اقتصاديين في كل دبلوماسيتنا عبر العالم باش تروج المنتوج الجزائري، وتحوس ايضا على فرص الاستثمار اللي يمكن يجوها اللي يمكن يطلبها الخارج ومعلومات باش يدخل للسوق الجزائريه. نظن هذه بادره جيده، خاصه برج بعرج كما يعلم الجميع تعتبر منطقه نشطه كثير في الاقتصاد ورقم صعب في الاقتصاد الوطني. اليوم راك تشوف الاخوه اليوم راه جاوا باش يهزوا نظره وماذا يمكن انتاجه في الجزائر، والنوعيه لانه يمكن النوعيه اللي تقدر تدخل كافه الاسواق العالميه. حنا المتعاملين الاقتصاديين اللي شاركوا معنا طرحوا انشغالاتهم خاصه فيما يخص كيفيه لو سيبور تاع الاخوه اللي يكونوا ليه ان شاء الله في القريب العاجل هذو اللي راح يروحوا يلتحقوا بالمناصب تاعهم، كيف يقدروا يساعدوا المتعامل الاقتصادي يعطيوه معلومات حول البلد اللي يحاول هو يصدر ليه المنتوج تاعو ويسهل له يمكن حريه التنقل تاع السلع نحو الخارج. والله الغرفه هذه تعتبر امتداد للغرفه الوطنيه للصناعه والتجاره، لانه الغرفه الوطنيه ما يخفاش عليكم في السنوات اللي سبقت كانت رائده في باش تكون هناك معارض دوليه يشارك فيها المنتوج الوطني. اليوم الامتداد هذا انه هذو الاخوه تاع اطارات تاع وزاره الشؤون الخارجيه يجوا يشوف لنا ما يمكن صنعه وتسهيل العقبات اللي كنا كتفت وقلت انه تسهيل العقبات هذو باش يكون المنتوج الجزائري متوفر بقوه خارج الديار. قال انه المتعب الاقتصادي انه يقول انه اصحاب من الصعب انه يدور على كافه المكاتب باش يخرج السلع تاعو. نذكرهم ان وزاره التجاره جعلت لو غيشي اونيك هو في لاسافيكس ان شاء الله، هذا راح يسهل كامل المتعب الاقتصادي كل وثائق تاعو يجهزها في نورمال راه في دخل حاجه الخدمه ان شاء الله، ولانه هذا باش ينحي لي زانترميديير بزاف ويسهل على المتعامل الاقتصادي انه ينقص عليه التنقل بين المصالح. نورمال ان شاء الله راح تسهل المهمه للمتعامل الاقتصادي.